مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم كيك عن جد كتير كتير بشهي وكتير طيب وفخامي لسهرة راس السنة، وان شاء الله بنال اعجابكم. وكيك بدون فرن، عن جد مثل ما شايفين شكل كتير رائع بدون فرن وغريب من نوعه وكتير كتير طيب. ان شاء الله بنال اعجابكم. ان شاء الله كل سنة وانتو والجميع بقلب خير وعافية يا رب، وان شاء الله هيدي السنة بتكون على الجميع سنة خير يا رب. شكل كتير رائع كما شايفين، كيك روعة بيتحضر بوقت كتير كتير بسيط. هيدا الشكل روعة، قد ما احكيكم ما رح تصدقوا لتجربوا الطريقة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شيء عنا كريمة للخفق، دبل كريم، وفينا نستعمل كريمة باودر، ما في اي مشكلة. بنخفق الدبل كريم على سرعة عالية. بس خفقتهم بهيدا الشكل، هلا بضيف عليهم سكر بودرة وفيلادلفيا، ملعقة طعم سكر بودرة، ملعقة طعم فيلادلفيا. بخفق على سرعة خفيفة. انتهينا من الخفق. عنا أناناس، عصير الأناناس، وهيدا البسكت، ليدي فنجر بسكت. عنا هيدا القالب، بغط أصابع الليدي فنجر بالعصير، بعصير الأناناس، منصفهم بالقالب. بعد ما حطينا البسكويت بهيدي الطريقة، هلأ بدنا نحط الدبل كريم. بقسم الدبل كريم لقسمين. بنوزعهم بالصينية. بوزع الدبل كريم نفس المستوى. وزعنا الدبل كريم بهيدي الطريقة. نفس الشي بنحط البسكوت على الأناناس والكريمة. بنعيد نفس الطريقة. بنحط الكريمة. كمان نفس الشي بنمدهم نفس المستوى للكريمة. بس حطينا الكريمة، هلأ بحط الكيك بالبراد أقل شي 3 ساعات.
بعد ما حطينا الكيك بالبراد 3 ساعات، هلا بدي اعمل الكريمه انا وياكم. عندنا هون كوبين صغار حليب بارد، يعني 240 ميلي حليب بارد. هذا الكوب لعيرت فيه الحليب. منضيف الكريمة على الحليب، بخفقن على سرعة عالية. رح ضيف فوق الكريمة ملعقة طعام فيلادلفيا، بخفق على سرعة خفيفة. هيدي ملعقة الطعام الفيلادلفيا او اي نوع جبنة كريمي بتساعد انه الكريمة تكون اسمك. هينا منخفق الكريمة، صارت عنا بهيدي السماكة. موجود عنا بالكاسة 100 جرام شوكولا، بحط فوقن ربع كوب حليب، كمان بضيف ملعقة صغيرة زبدة، دوبهم بالميكروويف او على بخار. دوبت الشوكولا بالميكروويف بهيدا الشكل، صار عنا الشوكولا. منحطهم على جنب، بدنا نغلف هلا الكيك بالكريمة. اول شي بدنا نشيل القالب. هذا الكيك بعد ما غلفته كله بالكريمة، هلأ بدنا نضيف الشوكولا. بحرك الشوكولا قبل، بدي ضيف شي خفيف على الطرف بهيدا الشكل. عنا هون ليمون، برتقال، كيوي، اناناس، فريز. بدنا نزين الكيك.
بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.